بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ب20/3/2012 نحن بحفل القديمي بمنطقة باب الدريد، هاي ساحل باب الدريد، هاي القصائف الهاوين عم تتصافر على منازل أهالي القزة. شوفوا الدمار اللي حل فينا، هاوين عم يقصفونا، يا عالم يا عرب يا رؤساء يا عرب، شوفوا شلون عم ننقذف بالهاوي. لك يا شعب العربي، يا شعب العربي، شوفوا قصائد الهاوين على السيارات على المنازل، هذا المنزل احترق، تدمير كامل، عشوائي، قصائف عشوائية بالمدفعية، الدبابات 72 بقصائف الهاوين، شيء لا يصدق عم يصير عنا، الناس تهجر من بيوتها، ما عندنا مناطق تتهجر فيها، بكل احياء عم ننقصف، هذا الدمار اللي صار فينا، تعال شوف البيوت شلون احترقت. بيت الشارع يعني شيء لا يصدق، الاهالي وين بدها تروح؟ ملاجئ، نحن ما عندنا ملاجئ، الناس عندنا اطفال، عندنا نساء، عندنا رجال، وين نروح فيهم؟ لك وين نروح فيهم؟ طلع الهاوي شو سوى فينا؟ هاي هاي الهاوي جايب الاراضي، حتى جايب المنزل. الله اكبر عليك يا بشار، يا علماء سوريا، يا علماء العرب، رئيس العربة، شوف شلون هذا المنزل احترق بالكامل، شوف شلون اتدمر، شوف البيت كامل بالكامل احترق، هذا كان عنده اطفال، عنده نساء، عنده عيال، انصابوا اكثر من 6 اشخاص بهي الغرفة، شيء لا يصدق اللي عم يصير. وين الاصلاحات؟ هاي هي اصلاحات روسيا تبع النظام الاسد المجرم الحاقد، هاي هي اصلاحاته، هاي هي اصلاحات. وينك يا كوفي عنان؟ انت بعد جيت على حوض تفرجت على الدمار اللي صار، تعال تفرج على الدمار اللي صار يا كوفي عنان. انت فرجت على حوض، تعال شوف شلون عم تحترق البيوت، شلون عم ننقصف بالليل وبالنهار، من صباح البكر نحن عم ننقصف، من صباحية الله القصف على المنازل، على البيوت، شيء لا يصدق اللي عم يصير عنا، لك عنا اطفال، نحن عنا نساء، العالم وين تسكن؟ ما نعرف وين نروح، قصف باب الدريد، باب السباع، بالعمس القديمي، بالمريزي، بقلب الزيتون، بالعدوي، شيء لا يصدق اللي عم يصير. شوف القصائد الهاوية عم تتساقط، يعني الناس وين تسكن؟ إذا بكل بيت تيجي هاوين 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 هاوين، وين نروح بحالنا؟ وين نروح بحالنا ما نعرفني؟ ما عاد حدا بعد البيوت؟ طلع الدمار اللي صار، وين الملاجئ؟ الحمد لله رب العالمين ما عندنا ملاجئ. الله أكبر عليك يا بشار.